السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم. كلنا طبعا في قلق، يمكن أنا لبست ونزلت وعشان أحاول إن أنا أروح وأنا موجود كده كده في القاهرة محكمة شبرا الخيمة، إن أنا أحاول أكون قريب منهم، لكن للأسف بصراحة تراجعت لأن أنا متوتر ومش عارف أسوق، فتراجعت عن إن أنا أكون موجود في المحكمة. يمكن تواصلنا مع حد من الموجودين في المحكمة هناك وقال إن محمد الهادي بيوصل لحضراتكم رسالة شكر وعلى دعمكم وعلى وقوفكم معاه، ويمكن موجود محمد الهادي ووالدته في المحكمة، وموجود محمد خيري، وموجود عماد عبد الحليم. يمكن الناس، يمكن المحامي عماد لقط كده كلمة منه وهو بيتكلم محترم. هو أنا طبعا حقيقة، يعني عشان نبقى منصفين، حتى لو انت ما انتش عارف الحقيقة او عارف الحقيقة، فوقوفك على تصميمك على اللي انت تطلب موضوع التحليل الدي ان ايه للناس كلها اللي موجوده، محمد الهادي واولاده وتغريد ومنعم، دي موقف محترم انا شايفه كويس جدا، وده الفاصل والقاطع والناهي لتلك القضيه التي هذت رايي العام في مصر والدول العربيه. يمكن لينا متابعين من اوروبا ومن الدول العربيه ومن مصر بيرسلونا على الواتساب وقلقانين. انا نفسي اتوترت، انا طول النهار مستني، ولكن احب ابشركم بحاجه، هي مش يعني ممكن ناس كتير جدا تتعب، اللي عايز ينام ينام، القضيه دي قدامها مش اقل من ساعتين، لان حاليا دلوقتي بيتم تداول القضيه داخل غرفه المداوله الخاصه بالمحكمه. انا اتوقع ان يتم الموافقه على عمل تحليل دي ان ايه، وانا بستشعر كده كإنسانيا وكحق للأولاد عشان خاطر ما يبقاش القاضي حس ان هو جه على طرف مكان طرف تاني، ودي هتكون آخر حاجة. فواضح ان القضية ممتدة شوية معانا، والله أعلم بالحقيقة، ولكن ده استشعاري وده تنبؤاتي. محمد الهادي بيوصل رسالة شكر لحضراتكم وبشكركم، بقول لكم احنا يعني راجل على دعمكم ليه ووقوفكم معاه، واحنا بقى طالبين من الاستاذ عماد ان هو بقى اذا كان هيعمل استئناف، ارجو زي ما حضرتك قلت في اللقاء ان انت تعمل استئناف زي ما انت قلت يوم الاربعاء القادم اعمله، يعني ده احنا عشان برضو نبقى احنا ايه، الناس خلاص، الناس تعبت والناس زهقت من تلك القضية المتداولة، لان طبعا كلام كتير واقاويل كتيرة، فعايز اقول لكم ان في ناس كتير فعلا زهقت، فاحنا عاوزين نقول ان الراجل ده، يعني انا بنشدك ان انت تعمل موضوع الاستئناف عشان تخلص منه، والكفاله موجوده معاك وخلاص، الدنيا زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. عندنا محمد الهادي النهارده موجود في المحكمه، وطبعا يعني يمكن هو فعلا متوتر وفي حاله ترقب، مش عايز اقول توتر ولكن هو ترقب، فيعني ان شاء الله باذن الله نسال ربنا سبحانه وتعالى ان فعلا يعني تنتهي تلك القضية ويبان مصير الأولاد، لأن الأولاد دول أنا كل مشكلتي على فكرة في القصة دي كلها، والله العظيم لا فارق معايا تغريد ولا فارق معايا محمد هادي قد ما فارق معايا الأطفال اللي هم سلمى والباقيين اللي أخواتها التانيين. حاجة تحزن، حاجة يعني ما أعرفش الناس دي هتطلع تبقى مصيرها إيه، بس حاجة مؤلمة يعني. ربنا ما يكتبها على حد. احنا متابعين معاكم كل التفاصيل اول باول، واي جديد واي حاجه هتجد في تلك القضيه ان شاء الله باذن الله هنبلغ حضراتكم بيها، وان شاء الله باذن الله الموضوع هيكون مستمر لحد مش اقل من ساعتين من دلوقتي. انا ممكن على 11 11 وربع ان شاء الله. القصه دي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 9 وتلت دلوقتي تقريبا، يعني قول 9 9 ونص دلوقتي، يعني 10 ونص 11، ممكن 11 وربع 11 ونص يكون ان شاء الله باذن الله تلك القضيه ظهرت. وانا عم محتاج من حضراتكم طلب، محتاج اسمع منكم ارائكم وتعليقاتكم وتنبؤاتكم ايه للقضيه وحكم القاضي في خلال الساعات القادمه. وانا طالب من حضراتكم تاني ان انتم ان شاء الله باذن الله تدعوا بالنصر، وربنا سبحانه وتعالى يظهر الحقيقه ويرقق قلوب الناس اللي بتحكم في القضيه دي لما هو صالح اللي يرضي ربنا وبما يتطابق مع القانون المصري، وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه، متاكد من كده كويس جدا،
وان شاء الله استاذ محمد هادي، ان شاء الله اذا كان ليك حق ربنا هياخده في الدنيا ليك وياخده في الاخره ليك. وتغريد يعني مش هقول لك بقى بتمنى ظهورك، ولكن لان احنا كفايه زهقنا تحايلات، تكايل ناس كتير جدا بتحايل عليك وناس كتير جدا كلمتك وانت كلمت ناس كتير جدا واثق من الكلام ده. اتمنى بس يبقى في خطوه سريعه في قضاء في موضوع الاستئناف وانهاء تلك القضيه في اسرع وقت ممكن، لان والله العظيم والله العظيم تشرد الاولاد من المدرسه وضياعهم ومستقبلهم وسمعتهم، انتوا يا جماعه مش متخيلين كميه الناس اللي بقت خايفه تسيب ازواجها. وطبعا يعني الكلام ده انا متاكد ان احنا عندنا، لا احنا عندنا سيدات افاضل في المجتمع العربي وفعلا يعني خير من انجبت هي الام العربيه يعني، ومصر فيها سيدات طلعت دكاتره ومستشارين ورؤساء ووزراء وبقوا بره، مش هنا كمان في مصر، ده بقوا بره مصر كمان لهم ناس. انا اعرف ناس اقسم بالله العظيمه ليه، حد صديقي في كندا بيحكم ولايه بقى محافظ في الولايه بتاعته ومصري، ومش عايز اقول لكم ان هو من اسكندريه كمان. فبالكوا بقى انتوا احنا النهارده، فكل ده لا ليه طابع وليه، مش ده الحاجه الوحيده اللي هنبني عليها ان المراه العربيه وحشه. لا محدش يبقى عنده تخلخل او عنده هذه الثقه في الكلام ده، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيبين الحقيقه كلها كامله. ورساله شكر برضو بكررها تاني لحضراتكم من محمد الهادي على دعمكم لي، وان شاء الله باذن الله يمكن حصل كده ملاطفه كده سريعه ما بين محامي محمد الهادي وما بين محامي تغريد، وطلب منه ان هو يعمل استئناف. احنا كمان بنطلب منك تاني وتالت ورابع على الهوا اهو دلوقتي، احنا بنطلب منك تعمل استئناف عشان نخلص من القصه دي، لان خلاص الناس فعلا بدات، ان مش بدات الناس فعلا زهقت. وان شاء الله باذن الله اسال الله العظيم القدير ان يظهر الحقيقه على خير يا رب العالمين. انا بشكركم جدا وبتمنى من حضراتكم دعمكم لينا بلايك مهم جدا جدا جدا، ودعمكم لينا باشتراك للقناه، واذا كنت مشترك في القناه فعل زر الجرس عشان نقدر نوصل لكل الناس اللي موجوده على مهتمين بتلك القضيه او قضايا اخرى موجوده في ترندات الفيسبوك او اي قضايا موجوده في السوشيال ميديا. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.